السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة إخبارية مفصلة من قناة حضرموت الفضائية، أهلا بكم، ونبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي وفدا أوروبي لبحث دور الاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة. محافظ حضرموت يصل المكلا مختتما زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة. الأمين العام لمحل حضرموت يدشن مشروع صيانة الجسر السطحي لمنطقة بويش. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يلتقي بمدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باليمن. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي بمساعد الأمين العام للاتحاد الأوروبي إنريكي مورو ونائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كارل هيجارد، وجرى خلال اللقاء استعراض مستندات الوضع اليمني والجهود الجارية لتجديد الهدنة الإنسانية وإحلال السلام والاستقرار في اليمن والضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على التعاطي الإيجابي مع تلك الجهود. كما تطرق اللقاء إلى دور الاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك القائم بأعمال السفير المغربي لدى بلادنا محمد الشويكي، ورحب بن مبارك باستئناف عمل السفارة المغربية لدى بلادنا لما لذلك من أهمية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متحدثا عن نتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة المغربية والتي تم خلالها توقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية كرفع المنح الدراسية من 50 إلى 100 منحة في مجال التعليم العالي والفني، وإيجاد آلية لتسهيل منح التأشيرات للطلاب والراغبين في الدخول الأراضي المغربية. من جانبه أكد القائم بأعمال السفير المغربي بذله لكل الجهود اللازمة للارتقاء بعلاقات البلدين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة في عدة جوانب. بحث وزير الصحة العامة وسكان قاسم بحيبح بالعاصمة المصرية القاهرة مع مدير مؤسسة بيل وموند كريست الأوضاع الصحية في بلادنا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي. واستعرض الوزير آخر مستندات شلل الأطفال في بلادنا والتدخلات لوزارة الصحة في ظل تمنع ميليشيات الحوثي عن تنفيذ أي حملة ضد شلل الأطفال في مناطق سيطرتها، مما أدى إلى ظهور حالات الشلل مجددا في ظل نجاح ثلاث حملات في المحافظات المحررة. من جانبه أوضح رئيس المؤسسة أن المؤسسة تسعى مع شركائها من المنظمات الدولية لتنفيذ حملات استئصال شلل الأطفال في اليمن. ناقش وزير العدل القاضي بدر العارضة بعدن مع رئيس مصلحة السجون في الجمهورية صالح عبد الحبيب عددا من المواضيع المتعلقة بإصلاح أوضاع السجناء والمرافق العقابية. وأكد وزير العدل حرص الوزارة على تقديم جميع التسهيلات في الجوانب المشتركة التي تسهم في نجاح نشاطها وتفعيل دورها بشكل أفضل وتلافي تأخير جوانب التقاضي والاحتجاز وإيجاد مراكز أكثر تأهيلا للأحداث والسجينات. من جانبه أكد رئيس مصلحة السجون حرص قيادة المصلحة على تقديم كل الدعم للمرافق والمؤسسات التابعة لها من أجل تحسين المستوى العام لنزلاء السجون. وصل محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي إلى المكلا عقب زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبحث المحافظ خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين في دولة الإمارات القضايا المرتبطة بأوضاع المحافظة والمواطنين، وتمثل أبرزها بملف الأمن والتباحث حول اعتماد مشروع إسعافي للكهرباء وترجمة توفير منحة الشيخ محمد بن زايد لدعم قطاعي الكهرباء والصحة.
وكيفية وصول المحروقات لمحطة الكهرباء بالمحافظة إلى جانب تجهيز مستشفى المكلا بحي 40 شقة. وأكد المحافظ أنه جرى خلال الزيارة قطع شوط كبير في متابعة إعادة الرحلات بمطار الريان الدولي. هذا وهنا بن ماضي أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى 14 من أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن قيادة السلطة المحلية ستظل وفية لأبناء المحافظة ولن تحيد عن النهج الذي انتهجته في متابعة أوضاع المحافظة وتحسين الخدمات والمضي وفق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد. وضع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي بمدينة المكلا حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وصيانة الجسر السطحي في منطقة بويش بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وتفقد الأمين العام ومعه مديرو صندوق صيانة الطرق والأشغال العامة بساحل حضرموت والمدير العام لمديرية مدينة المكلا وممثلو المنظمة موقع تأهيل الجسر وصيانته بكلفة بلغت 1,050,000 دولار أمريكي. وأشاد الأمين العام لمحل حضرموت العمقي بالتدخلات التي تقدمها المنظمة الدولية بالمحافظة في مجالات البنى التحتية والتنمية، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة مبخوت بن ماضي لتسهيل عمل المشاريع الممولة دوليا. اجتمع وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية أميم سعيد بارزيق بمدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن فياض رسول ومستشار برنامج المشاريع بالمكتب خلدون سالم صالح وممثل المكتب بالمحافظة الشرقية أحمد الميسري، وذلك لمناقشة التدخلات لعدد من المشاريع بحضرموت. وناقش الاجتماع التدخلات الجاري تنفيذها في مكتب الأمم المتحدة في قطاع الطرقات وقطاع المياه والصرف الصحي. وأكد الوكيل الفني للمحافظة أهمية مثل هذه التدخلات والمشاريع التي ينفذها المكتب وأهميتها في خدمة المواطنين وإعادة بناء البنية التحتية بمدن ومديريات المحافظة. من جانبه استمع فياض رسول لاحتياجات المشاريع بساحل حضرموت من قبل الحاضرين، مؤكدا استعداد مكتب الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع خدمية تسهم في خدمة المواطنين بمحافظة حضرموت بشكل مباشر وتخفيف معاناتهم. التقى المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت مطيع سعيد المنهالي، رئيس اتحاد كرة القدم عبد الله السعدي، ورئيس نادي الشعب خالد العكبري، ونائب رئيس نادي التضامن عبد المحسن الكلدي، ورئيسي الرابطتين محمد بازار ومحمد بايماني، وذلك لمناقشة الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين المباراة النهائية من دور البلدة للعام الجاري التي ستقام يوم السبت القادم. وشدد المنهلي على إعلاء روح التنافس الشريف وتغليب الروح الرياضية خلال المباراة المرتقبة. من جانبهم أكد رئيس النادي ضرورة أن تعكس المباراة حالة من الاستقرار التي تشهدها منظومة الرياضة في شتى المجالات وإظهار المنافسة بالشكل المشرف الذي يليق بحضرموت. افتتح بدور الأوبرا المصرية في العاصمة المصرية القاهرة معرض الصور طفولة اليمن من العام 1950 حتى يومنا هذا. وأوضح مدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة حسين محب أن هذه الصور تعرض للجمهور اليمني والعربي لأول مرة وتصور لحظات مختلفة من حياة الأطفال اليمنيين في مختلف محافظات وأنحاء اليمن. وأشار إلى أن الصور التقطها ثلاثة من أوائل العلماء والباحثين الفرنسيين الذين عاشوا وعملوا في اليمن في النصف الثاني من القرن الماضي، وهم كولوديا فاين وسولنج أوري ومارسو غاست، بالإضافة إلى شخصين يمنيين اهتما بالتعليم والتراث هما أحمد محمد النعمان وفاطمة البيضاني. لافتا إلى أن المعرض يقام في القاهرة على مدى يومين بالتعاون مع المركز الثقافي اليمني في مصر بهدف التعريف بأوضاع الطفولة في اليمن لأكثر من 7 عقود. قال وزير الحج السعودي توفيق بن فوزان الربيعة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في تطوير جميع الإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة،
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في السفارة السعودية بالعاصمة المصرية القاهرة أن الوزارة لم تحدد أعداد الحجاج للموسم القادم حتى الآن، وأنها حريصة على بذل كل الجهود لتسيير عمليات الحج والعمرة. وأوضح أن المملكة حرصت على استخدام التقنية لتسهيل الإجراءات على الحجاج والمعتمرين، وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت توجيها الأسبوع الماضي للمؤسسات والشركات التي تقدم خدمات العمرة والحج، وهو أن تلتزم بتقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه. ولفتت الوزارة إلى أن الهدف من هذا التوجيه رفع جودة الخدمات في القطاع وتسيير رحلة ضيوف الرحمن تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكدت الالتزام التام من قبل الشركات والمؤسسات بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصريح. وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بجولات رقابية تتابع من خلالها مستوى جودة الخدمات والتزام الشركات والمؤسسات بتقديمها. مشاهدينا الكرام، نختم معكم بأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى. ختام النشرة، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي وفدا أوروبي لبحث دور الاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي. محافظ حضرموت يصل المكلا مختتما زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة. الأمين العام لمحلي حضرموت يدشن مشروع صيانة الجسر السطحي لمنطقة بويش. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يلتقي بمدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن. السادة والسيدات، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تيفي. ودمتم في أمان الله.